اليوم الصباح من 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 تقلب الموازين الصراحة، وهذا اللي في خاطري وسلامتك. شكرا عمر بن هدال، شكرا للجميع. خلنا نسمع بس الشيخ ياسر. أولا الجمهور عمر بالذات، يعني أنا أشكرهم من هذا المنبر وأقول أسأل الله أن يحرم وجيهكم على النار. دائما يسألون عنه ودائما وقافين معه، أغلب دعمهم في مشروع استدامة علشان عمر، ودائما يحاولون نخصه بالدعاء. وأقل شيء نقول لهم دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تجد ما تكافئ فقل جزاكم الله خير، وإحنا نقول جزاكم الله خير ويستاهل عمر. الله طيب، احنا على مشارف نهاية هذا الحدث الكبير أو الحدث الجميل، ختام برنامج الروشن. وقبل التتويج حنبدأ إن شاء الله بتكريم بثلاثة دروع حيعلنها وحيقدمها إن شاء الله الأستاذ ياسر القحطاني التابعة لمشروع استدامة لحفظ النعمة. طبعا احنا وعدناهم بفارس الخير للجمهور، وفيه أحد المتسابقين دائما كثير تفاعل وكثير نشر وكثير دعم، ودائما أشوفه والإعداد يعني برضو يتابعونه يفتح سبيس كثير. بالنسبة لي اللي موجود بيننا وبين الأخوان كلهم نجوم، وكلهم دائما كانوا يدعمون لهذا المشروع اللي أجرى عند الله عظيم، واللي أسأل الله كل من بذل أن يستظلنا وأنتم والداعمين في ظل صدقتنا يوم القيامة. لكن أجمع الإعداد أيضا على هذا المتسابق وهذا النجم بأنه يفتح سبيس على طول، داعم، كلامه مؤثر، دائما مقاطع وأمور. أخونا عبد الله الفريدي. ونعم يستاهل. الله يسعدك ويطول عمرك يا ابو عبد الله، كلام الطيب. وهذا شيء نقدمه لانفسنا، نقدمه للمتابعين، لان فيه خير لنا في الدنيا. افتح المايك عبود، خلاص تمام خلاص. انا اقول هالشيء اللي احنا نسويه فيه خير لنا بالدنيا وخير ان شاء الله بالاخره. ما قدم الله او دفع عنك بلا في الدنيا فانه بيرزقك الجنه بالاخره. ومتشرف جدا بهاللقب والوسام يا استاذ ياسر. تستاهل يا عبد الله. بالنسبة لي خلونا نكون نستمر واحنا واقفين عشان اعلان النتائج. بالنسبة لفارسات الخير هم ثنتين وكانوا اكثر مشاهدات لروابطهم واكثر نشر. فالمركز الاول الاخت امواج السلطان. هذا هو الدرع وبيتواصلون معكم باذن الله الاعداد علشان إيه؟ امواج. تعال عبد الله استلم. اجل عبد الله تستلم عنهم. تعرفون جمهوركم. هذه مشرفه الدعم الله يطول عمرها. ما قصرت من دخلت الروشن، وقفه وجهود جباره تشكر عليها. الله يطول عمرها يكتبك. واكثر متابعه للروابط صراحه عندها واكثر نشر. تستاهل كل خير الله يطول عمرها. المركز الثاني اشواق الهاشم. اشواق الهاشم تستاهل. هذا اللي بيتواصلون معها الاعداد باذن الله سبحانه. قناه الواقع من جمهور قناه الواقع وبيتواصلون معها الدعم باذن الله سبحانه. طيب. الاعداد. الله يعطيك العافيه الاستاذ ياسر القحطاني. بعد اعلان الهدايا المقدمه والدروع المقدمه من جمعيه استدامه لحفظ النعمه، الفريق الفائز او نجم الريالي ايش رايكم؟